بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله بندخل في الفصل الثالث او chapter 3 differentiation اللي هي الاشتقاق differentiation. section 3.1 tangents and derivative at a point اللي هو الممسات والمشتقة عند نقطة. الممسات والمشتقة عند نقطة. الموضوع برضو كالعادة مش جديد علينا، حتى الآن احنا ما درسنا إيش جديد إلا الأسيمتوتس خطوط التقارب بس هي الجديدة عندنا، ويمكن شوي على الكومبوزيت اف سيركل جي شوي كيف نجيب الدومين والرينج مواضيع جديدة. اللغة نفسها هي الجديدة، بس المادة أو المحتوى العلمي كله قديم صح؟ مر علينا قبل هيك. أوكي زي ما قلنا شابتر 3 اللي هي الاشتقاق differentiation. سيكشن 3.1 قلنا اللي هو ايش؟ tangents and the derivative at a point، المماس والمشتقة عند نقطة. مش فرق كتير، احنا بنعرف انه التفسير الهندسي للمشتقة عند نقطة هو من المماس عند هذه النقطة، مظبوط؟ ماذا يعني المشتقة؟ فبنبدأ بحاجة اسمها تعريف ميل المماس عند نقطة. ميل المماس لمين؟ لمنحنى. الديفينيشن عندنا لو كان عندي واي بتساوي اف اوف اكس، لو كان عندي اقتران واي بتساوي اف اوف اكس، بدنا نجيب ميل المماس لمنحنى هذا الاقتران عند نقطة معينة. طبعا النقطة يفترض لما بدي اجيب ميل المماس لنقطة على المنحنى ضروري تكون النقطة على المنحنى، على فرض كان احداثيها السيني اكس نود حتكون احداثيها الصادي قيمة الاقتران عندها صح؟ اللي أحيانا ممكن نسميها X نود Y نود اللي هي هذه صورة الاقتران عندها، فضروري تكون الـ X تقع على المنحنى. أوكي كيف نجيب ميل المماس اللي احنا بنسميه السلوب؟ السلوب اللي هو الميل، ميل المماس السلوب للاقتران عند X بتساوي X نود بيساوي التعريف اللي احنا عارفينه، الليمت لما اكس تقول لما اتش تقول للصفر لاف اوف اكس نود زائد اتش ناقص اف اوف اكس نود على اتش. طبعا هذا اللي اخذناه زمان بالعربي كان يقول لي اللي هي الميل عند سين بتساوي سين واحد مثلا هي قاف شرطة السين واحد كنا نسميها اللي هي نهاية قاف السين واحد زائدها ناقص قاف السين واحد علىها لما ها تقول للصفر، مظبوط؟ ترجمة تماما بس هنا سين صفر مش سين واحد، والسين إذا أعطيت رقم أصبحت عدد ثابت، السين إذا بنعطيها رقم خلص بطلت متغير، هنا اكس متغير، هنا اكس ثابت، هذا اللي بالعربي. فهذا هو نسميه احنا تعريف ميل المماس لمنحنى عند النقطة اكس نود واف اوف اكس نود التي تقع عليه. حلو الكلام؟ نشوف المثال الأول، قبل ما نشوف المثال لما يقول لي عند أوجد ميل المماس عند النقطة اكس صفر واي صفر، يعني مثلا لما بيجي بيقول لي اوجد ميل المماس عند النقطة 2 و3، هل 2 و3 هذه بتنحط؟ أي كلام ايش ما يجي على باله بحط. يعني لما أقول مثلا بدل ما أقول 2 و3 أقول خليها 2 و4، أقول لك 2 وناقص 1، هلا كيف أنا بحط هالقيمة هذه ولا لا؟ ضروري تكون النقطة
تقع على المنحنى، صح؟ يعني لازم تحقق معادلته. بمعنى لو كان عندي الاقتران زي المثال الاول، بقول لي اف اوف اكس تساوي 1 على اكس. طبعا ايش مجاله هذا الاقتران؟ ار ما عدا الصفر، اقتران نسبي، صح؟ كل ار ما عدا اصفار المقام، وين المقام بيساوي صفر؟ عند صفر، حط اكس بيساوي صفر بيطلع جاهز محلول. فالسؤال بيقول لي find the slope of the curve at x equals a، بده ميل المماس، بده اياها at x بتساوي a. بس يبقى هان بدل x نود حتصير عندي ايش؟ a، وهان a، وهان a. اوكي، هذا التعريف. بدنا نقول اذا السلوب عند x بتساوي a، حط هنا A وهنا A، تعويض مباشر. الليمت لما H تقول للصفر، F of A زائد H بدل X، حطين A زائد H يبقى بدل X 1 على A زائد H، ناقص F ال A 1 على A، 1 على A. واضحة ولا عيدة تاني؟ عادي سهل، بعيدها بسيطة، عيدها. اوكي اوكي، انا بيقول لي f of x تساوي 1 على x، يبقى f الخمسة 1 على 5. لو قال لي f ال 16، طب لو f الصفر فش برا المجال، مظبوط. طيب لو قال لي f التفاحة، واحد على التفاحة، مظبوط، أي حاجة. فإيش ما بدخل هان بنحط تحت في المقام حسب قاعدة الاقتران. على فرض، على فرض إنه هالحين نرجع لها هذه، على فرض إنه قاعدة الاقتران كانت f of x بتساوي x على x زائد واحد مثلا، فلو بدي f الخمسة هقول خمسة على خمسة زائد واحد، f البطيخة هتساوي البطيخة على البطيخة زائد واحد، صح؟ تعرفيها البطيخة؟ تعرفيها؟ أي حاجة، هاي معناتها التعويض المباشر، تعويض. فأنا هنا عندي هان بدل ما أنا بحط تفاحة، إيش كتب لي جوا؟ إيش جوا حاطط؟ إي زائد اتش، يبقى أحط هنا إي زائد اتش، يبقى صارت واحد على إي زائد اتش، صح؟ طب هنا إيش حاط لي جوا؟ إي بدل التفاحة إي، يبقى واحد على إي، واضح؟ هاي معناتها التعويض المباشر. على مين؟ على اتش، يبقى هذه خلصنا منها. الآن بدنا نوحد المقامات، بدي أجمع الكسر. إحنا بنعرف لما يكون عندي A على B ناقص C على D، بنعمل ثلاث خطوات، واحد اثنين، هذه في هاد وبعدين هذه في هاد، يعني هذا الخطوة الأولى وبعدين خطوة الثانية، B في D بعدين واحد اثنين، مين في مين؟ A في D، ناقص بحط ناقص، لو زائد بحط زائد. الثالثة اللي هي C في B أو B في C، كله واحد، واحد اثنين بعدين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة. يبقى الآن بدأ واحد أقول واحد اثنين بعدين ثلاثة، يبقى هقول يساوي هاي الليمت لما اتش تقول للصفر كله على اتش هذا المقام. الآن البسط بدي أجمعه على القاعدة اللي هان، هذه بدي أحطها في قوس لأنها مقدار وليست حد واحد زي الـ A والـ B، مقدار، صح؟ فهذا في هذا، هي واحد، يبقى A في A زائد H، واحد اثنين اللي هي A، ناقص هذا في واحد، A زائد H ضروري القوس عشان الناقص بتخرب الدنيا، مظبوط ولا لا؟ السالب لما يكون سابق القوس بغير كل الإشارات. ممكن المقام ننزله تحت، عارفين هذه؟ A على B كله على C، عبارة عن A على B في C. ليش؟ لأنه هذا بقدر أعتبرها وحول القسمة A على B ضرب، نضرب A في واحد بA وB في C بBC، فإحنا مباشرة بننزل زي ما بيقولوا مقام البسط، مقام ما علينا.
فبقدر انزل هذه تحت، بصير عندي يساوي ليميت لما اتش تقول للصفر على الاتش تبعتنا، ونزلنا هذا كمان برضو اي في اي زائد اتش، صح هيك؟ البسط بدنا نفك القوس، اي دخل الناقص سالب اي سالب اتش. عيد تاني كله هادي، بدنا نعتبر هادي اتش على واحد، تمام؟ وحول القسمة لضرب بقلب المقسوم عليه، يبقى هذا حتسوي لي مفروض تسوي لي ليميت لما اتش تقول للصفر، هذه ثابته ما فيش فيها قلب. البسط زي ما هو ايه ناقص ايه زائد اتش، ولا فك القوس بالمره لما ادخل ناقص السالب بغير الاشارات، الموجب بصير سالب والموجب بصير سالب، وافك القوس وارتاح من اهله. هاي الاي نزلت، دخل السالب سالب اي سالب اتش على مين؟ على اي في اي زائد اتش، هذا البسط. الان هذه القسمة بدي اعملها الضرب، المقسوم عليه واحد على اتش. لو ضربت البسط في البسط بعطيني هذا، والمقام في المقام بعطيني اللي هاد. تمام؟ هيك بصير عندي كل حاجة فيش فيها اتش بتروح، بصفى عندي مين؟ سالب اتش. سالب اتش لو اختصرتها مع الاتش اللي تحت، سالب واحد على يساوي ليميت، ما انا برضاش اختصرها هان، وهي هيك ما ينفعش اختصر، انا غيرت هذا مع هذا لانه صفر، لكن اختصر هذا مع هذا وفي ناقص وزائد، كاني ممكن طالب من اول قبل ما يختصر الاي يختصر الاتش، غلط. طالما في زائد وناقص ما ينفعش، المفروض هذه بعد الاختصار اصفيها واكتب ناقص اتش على اي في اتش اي زائد اتش، واحط الليمت وبعدين اختصر، عشان اتش تقول الى الصفر بقدر اختصر. تمام؟ فبعملها في خطوه جديده، بقول لكم مسموح الاختصار، هاي التوضيح انا لما اتش تقول للصفر، طبعا بقدر اختصر لانه اتش لا تساوي الصفر، بصفى عندي ناقص واحد على راحت الاتش مع الاتش اي في اي زائد اتش. لو عوضنا عن اتش تعويض مباشر الان، اي زائد صفر اي بتصير اي في اي، يبقى بيساوي لي ناقص واحد على اي في اي، ويساوي سالب واحد على اي تربيع، هذا المطلوب الاول. اي ثاني؟ ها؟ تمام؟ كويس؟ اوكي اوكي، هذا هو المطلوب الاول، بيقول لي اوجد ميل المماس عند اكس بتساوي ايه؟ هاي ميل المماس عند اكس بتساوي ايه؟ مشينا وطلع عندي ايش؟ سالب واحد على اكس تربيع. على ايه تربيع؟ طب احنا عارفين قبل ما نحل السؤال انه حيطلع سالب واحد على ايه تربيع؟ احنا مش عارفين صحيح؟ الا اذا طلعنا في الكتاب وشفنا الجواب. صح؟ هاي واحد. حاجة ثانية، إلا إذا استخدمت أنا قواعد الاشتقاق اللي درستها قبل، درستوها ولا ما درستوهاش؟ بقدر أعرف إيش مشتقة الواحد على إكس؟ سالب واحد على إكس تربيع، صح؟ سالب مشتقة الاقتران على مربع الاقتران، فأنا عارف إنه حيطلع في الآخر، يعني أنا مش حدعي إنه ممرش علي موضوع الاشتقاق من أصله، يعني في الهامش بقول هذا مفروض اشتقها يطلع لي سالب واحد على اكس تربيع، فلما بدي اجيبها عند اكس بتساوي ايه؟ حتطلع لي سالب واحد على، يبقى انا المفروض اكون عارف الجواب ايش هيطلع مسبقا، ولا لا؟ من غير ما اطلع على الكتاب. فهيك انا قصدي، مش انكم تبصوا على الكتاب، لا. فمش حدعي اني ما درستش اشتقاق قبل هيك، لا احنا درسنا وعندنا فكره. ما هذا تمهيد للاشتقاق. انت درستوه بالعربي، احنا الحين بناخذه بالانجليزي، فكأن ما اخذناهوش. يعني ما طلعش خلص خلص، اللي هي صاحبة الكلام إلها الكلام موجه، مش حطخك يعني، خفيف. اوكي، فهي المطلوب الأول. المطلوب الثاني ايش بيقول لي؟ What is the slope at x equals minus 1؟ قديش الميل بيساوي عندما x بتساوي سالب 1؟ يبقى هنا بنقول له 6 A بتساوي سالب 1، لأنه في الأول قال لي هات لي إياها عند x بتساوي A،
الآن قال لي عند إكس بتساوي سالب واحد، يعني حط إيه بسالب واحد في الجواب النهائي، يبقى الميل عند إكس بتساوي سالب واحد هي ناقص واحد على سالب واحد وتساوي سالب واحد وتساوي سالب واحد. الميل بساوي سالب واحد صح؟ إيش قلت بساوي؟ F برايم أوف إكس المشتقة. لسه إحنا ما حكيناهاش. إحنا حتى الآن بنسميه الميل. طب سمعتوا عن الميل إيش بيساوي؟ علاقة غير ال ها؟ أسمع جواب بنفعش ها؟ فرق الصادات. هذا لو كان إيش؟ لو عندي نقطتين. ثاني الزاوية بدي أعضل للزاوية. لما يكون الميل بيساوي سالب واحد، ايش الزاويه تبعته؟ 135. ممتاز 135. طب لو مو جاب واحد 45، الزاويه اللي ظلها 45. طب ظل الزاويه اي زاويه؟ التي يصنعها المستقيم مع الاتجاه الموجب لمحور السينات. مش بس محور السينات الموجب، لما يكون عندي مستقيم باخذ الزاويه بينه، اعتبره طبعا هذا محور واي عدل، اعتبره عدل. الزاويه اللي بصنعها المستقيم او المماس، احنا بنحكي على المماس، مع الاتجاه الموجب على يمين الخط، باخذش اللي هان، باخذ اللي على اليمين. فلو كان المستقيم هيك باخذ اللي على اليمين برضه. هنا زاويه حاده الميل تبعها بكون موجب، هنا الزاويه منفرجه الميل تبعها سالب. لما يكون الميل سالب واحد يبقى الزاويه منفرجه بتكون ما علينا. أنا بس بذكر في معلومات سابقة أخذتوها. أوكي. إيش بده بعد هيك؟ When the slope is. وقت إيش بيكون الميل بيساوي سالب ربع؟ كوارتر يعني؟ كوارتر ربع؟ مش ربع؟ كوارتر؟ مش ربع كوارتر؟ صحيح. طيب الآن بقول لي متى يكون الميل يساوي سالب ربع؟ أنا بعرف إنه الميل يساوي سالب واحد على أي تربيع. طيب متى يساوي سالب ربع؟ بروح بسويها بسالب ربع. السالب مع السالب بتروح واحد على أي تربيع، لما تسوي واحد على أربعة مقلوب النسبة الأولى يساوي مقلوب النسبة الثانية، يبقى إيش بتساوي؟ زائد أو ناقص 2. إذن الميل بيساوي سالب ربع عند 2 أو سالب 2. تمام هيك؟ هذا المثال الأول. أهم حاجة عندنا التعريف، تعريف الميل لا المنحنى بس، والباقي كله تجميعات جبر قديمة انتوا ومعلوماتكم السابقه بنساعدكم فيها، لكن المفروض اكتب التعريف وحل انا بسرعه وانتوا في الدار بتراجعوها بتشوفوا كيف تجمع المفروض، لكن احنا عارفين الصحيح مش عارفين المفروض، فانه ما بنراجعش، ولو رجعنا الاساسيات مش دائما متوفره، الاساسيات مش دائما متوفره عندكم او عند الطلبة. المثال الثاني find the slope of the functions graph at the given point. طبعا لما يقول لي find the tangent to the graph أو to the function، لما يقول لي أوجد مماس منحنى، أوجد مماس الاقتران، أو أوجد المماس، يقصد فيه مماس لمين؟ لمنحنى الاقتران صح؟ يقول لي find the slope of functions graph at the given point. معطيني f of x بتساوي x تربيع زائد واحد، بده ميل مماس عند النقطة 2 و5. بقدر أقول خليها 2 وناقص 1 مثلا. كيف؟ لازم تكون النقطة هي النقطة، لازم تكون النقطة على المنحنى، أعوض عن x ب2 تطلع للقيمة 5. هذه أنا حر فيها، لكن هذا مجبر ملزم فيها من قاعدة الاقتران، عشان هيك بيقولوا عن الاكس متغير مستقل لكن الواي تابع. تمام؟ اندبندنت فيريبل وديبندنت فيريبل، هذه اصلها واي تساوي.
واي هي اقتران في اكس مرتبطة مقترنة باكس. حط اكس بواحد، واحد زائد واحد يبقى بصير نقطة واحد واثنين. حط اكس بصفر لازم يقول لي صفر وواحد. لو قال لي حط اكس بناقص ثلاثة بقول ناقص ثلاثة وعشرة. فالهان الرقم ملزم او جاي حسب العدد الان. اوكي ما علينا، معلوماتنا تبعت زمان كأن مش مندبين. كأني بدي اخطر اجابة صحيحة. ايش المشتقة عند النقطة هذه؟ الاشتقاق 2x وعوض عن x ب 2 المفروض يطلع لي 4 صح؟ احنا هنشتغل على ايش؟ على التعريف الان. حتى في الامتحان اذا حدد لك using the definition of the derivative اللي هو تعريف المشتقة ملزم فيها. ماشي؟ ان شاء الله. اوكي الان ها؟ قحة يعني ايش؟ ما علينا بتقحة يعني. ما قلت حاجة وبعدين قلت ما علينا. الآن بدي إيش؟ بدنا الميل عند النقطة 2 و5. بالأصح بدنا الميل عند X بتساوي 2. صح؟ وبالتالي أنا بدي أكتب التعريف. التعريف بيقول لي بيساوي الليمت لما أتش تؤول للصفر. بيلزمني الإحداثي السين أو X. هو F of 2 زائد H ناقص F لـ2 على اتش لما اتش تقول للصفر. التعويض وين بصير؟ في قاعده الاقتران. اف زي ما قلنا البطيخه بدها تكون بطيخه تربيع زائد واحد زي هيك. ايش عندي؟ 2 زائد اتش يبقى حيساوي الليمت لما اتش تقول للصفر عندي هنا. هذه لو في الهامش اف اوف اكس بتساوي اكس تربيع زائد واحد للناس اللي بتركزش كثير، فبقول اف القوس بتساوي قوس تربيع زائد واحد. ايش ما بعبي في القوس هذا؟ بعبي في القوس هان. فلما يقول لي 2 زائد اتش هيها لحالها في طرف تساوي 2 زائد اتش كله تربيع زائد واحد. هذا لما فكه بعوض فيه بدل هادي لسه، وبعدين بدي اجيب اف الاثنين بعمل القالب كمان مره. اف القوس بيساوي قوس تربيع زائد واحد. لما احط 2 بدي احط 2. فهذه هي تعويضها وهذه هي تعويضها. ماشي؟ هذه كيف بنفكها؟ قوس تربيع مربع الاول، الاول في الثاني في 2 زائد مربع الثاني. خلصنا القوس زائد واحد. يبقى ايش حتطلع لي؟ بالترتيب اتش تربيع زائد 4 اتش زائد 5 ناقص اف الاثنين هيها 4 زائد واحد بتساوي لي 5. بحط هنا 5 او اف الاثنين من هنا هيها صح؟ لانه هذا على صورة 2 واف الاثنين على مين؟ واللي فيش فيهن اتش بدهن يختفن، بضل عند الباقيات فيهن اتش. ايش بنعمل؟ ايش بنعمل؟ ناخذ الاتش عامل مشترك. يبقى حيساوي ليميت لما اتش تؤول للصفر ناخذ اتش، بضل عندي اتش زائد 4 على اتش. بقدر اختصر وتساوي نعوض عن اتش بصفر، 0 زائد 4 ويساوي 4 اللي حكيناها من الصبح من بدري صح؟ قلنا 2 اكس بيطلع. يبقى هيك الحل سليم 100%. تمام؟ ايش بده؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين ايش محلول؟ محلول عندكم كله؟ رقم اثنين حاول بنفسك. احنا المفروض انا سبت واحد عشان محلول وحليت اثنين بنفسي. احاول بنفسي الان؟ سيبوا لكم؟ بسيط اوكي. واللي ما بزبطش معه على الواتس على السكت مش على المجموعه. ضحش حاله يعني على السكت. تقول لي السؤال هذا ما مشاش معي وقول لي. طيب ايش مشتقة الجذر؟ معلوماتنا زمان. ابدا بلاش 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 سوق. اليوم اثنين بعد مش الاربع. ديفينيشن تعريف عشان من غير ما نكتبه. ذا ديريفاتيف اوف ا فانكشن اف يعني مشتقة الاقتران اف ات ا بوينت اكس نود از دينوتد باي اف برايم اوف اكس اف برايم اوف اكس نود. يعني مشتقة الاقتران هذا الديفينيشن هيك تعريف بقول لي لو كان عندي اقتران y تساوي f of x
فبقول لي بنعرف مشتقة الاقتران اف عند النقطة اكس نود، طبعا ايش جنبها بكون؟ اف اوف اكس نود، تمام، اللي هي قيمة الاقتران عندها. بنقول احنا مشتقة الاقتران عند النقطة اكس نود ويرمز لها بهذا الرمز، هذا تعني مشتقة الاقتران عند النقطة اكس نود بتساوي ايش؟ ليميت لما اتش تقول للصفر زائد اتش ناقص اف اكس نود على اتش، تمام؟ لما اتش تقول للصفر provided the limit exists، بشرط انه النهايه تكون موجوده عشان اقول الاقتران له مشتقه عنده، بنسميها الدريفاتيف ات اكس نود. هذا هو التعريف، صح؟ تعريف المشتقه. طيب ايش التفسير الهندسي لهذه المشتقه الاولى عند الاكس نود؟ هاي قولي بصوت عالي، قولي عند النقطة x0 y0 أو x نود y نود. طبعا لو كان عندي y بتساوي f of x هذا اقتران، وعندي إحدى النقط عليه الشرط تكون هان، ممكن تكون هان، هذه النقطة هي x نود y نود أو f x نود. لو جبنا ميل المماس عند هذه النقطة، الميل تبع هذا المماس هو الاف شرطة x نود، يعني هذه هي ميل المماس للمنحنى عند النقطة. طبعا المنحنى عليه عدد لا نهائي من النقط، عند كل نقطة بقدر اجيب مماس واجيب ميله عند كل نقطة، مزبوط ولا لا؟ فاخترنا نقطة ولتكن اكس نود اف اكس نود، بنجيب ميل المماس عندها باستخدام التعريف. هذا هو التعريف. اوكي اكزامبل، فايند ذا سلوب اوف ذا كيرف اف اكس تساوي اكس تربيع ات ذا بوينت 2 و4 باي ذا يوز اوف ذا ديفينيشن، باستخدام التعريف. By the use of the definition of the first derivative or the derivative. And then find the equation of the tangent to the curve there. ثم أوجد معادلة المماس عند تلك النقطة. يبقى عندي هو معطيني الاقتران y تساوي f of x وتساوي x تربيع. بده إياها عند النقطة 2 و4، بده ميل المماس للمنحنى عند النقطة 2 و4. طبعا هذا هو التعريف، صح؟ إذا اف برايم عند مين؟ عند مين؟ عند الأحداث السيني تبع النقطة اللي هو الاثنين، بده يساوي الليمت الاتش ثابت لاف الاثنين زائد اتش ناقص، طبعا اف الاثنين هي 4 من هنجازه من غير ما اقعد اعوض على طول على اتش، الاثنين زائد اتش، من وين نجيب اف الاثنين زائد اتش؟ من قاعده الاقتران، هنا اكس بحط هنا اكس، 2 زائد اتش 2 زائد اتش، يبقى حتساوي ليميت لما اتش تقول للصفر ل 2 زائد اتش كله ناقص 4 على اتش، نفك القوس ليميت لما اتش تقول للصفر على اتش 4 زائد 4 اتش زائد اتش تربيع، الاربع مع الاربع البقيات بضل فيهن اتش عامل مشترك، بناخذ اتش عامل مشترك لما اتش تقول للصفر باخذ اتش، بضل عندي اتش او 4 زائد اتش مش مشكله، على اتش مع اتش بصير عندي اتش زائد انو اتش صفر، مظبوط؟ بنعوض عن اتش بصفر بصير عندي صفر زائد 4 ويساوي 4. هذا هو صحيح؟ صحيح كويس. هلا واشتقينا على القواعد تبعت زمان اللي احنا لسه ما اخذناهاش، صح؟ 2 اكس وعوض عن اكس ب 2، 2 في 2 بيطلع 4. لازم يكون واحد عارف يعني يستفيد من معلوماته السابقه، مش يعمل حاله ابدا. زي ما بناخذ لقدام ان شاء الله، بيقول لي ايش المشتقه العكسيه اللي هي تمهيد للتكامل، تتذكروا المشتقه العكسيه للاقتران كذا، المشتقه العكسيه للاقتران 2 اكس، لازم اعرف اكامل اكس تربيع زائد ثابت
صح؟ زائد ثالث عن جنب. ما عارف يعمل حال واحد مش عارف يقعد يفكر يخمن قال تخمن ليش أخمن؟ طب ما كمل وخلاص صح؟ فأنا بستفيد من المعلومات السابقة الموجودة عندي. أوكي. طيب هيك ضل عندي أجيب الآن معادلة المماس عند هذه النقطة. صار عندي الآن هاي ميل المماس عند النقطة 2 و4 وهي النقطة. إذا علمت النقطة والميل بقدر أجيب المعادلة. نقدر نقول إحنا the equation of the tangent is y ناقص y نوت تساوي الميل في x ناقص x نوت صح؟ y ناقص 4 بتساوي 4 في x ناقص 2 الـ x هاي الـ x نوت وهي الـ y نوت مزبوط أو الـ x واحد سين واحد وصاد واحد وكنا نسميها وهذه الام اللي هي الميل هاي هذه اوكي واي تساوي على طول ودوا الاربعه هناك تجينا غادي بايش بالموجب افك القوس 4 اكس ناقص 8 زائد 4 يعني واي بتساوي 4 اكس ناقص 4 وهو المطلوب من المعادله ايش ميل المماس 4 اللي هو معامل اكس معامل اكس ايوه معامل اكس اوكي صحيح هاي سكشن بسيط جدا هذا الكلام صح هاي نعم حتى الان كله يعني زي بنعمل ريفرش لمعلوماتنا السابقه صح بعد هيك زي ما احنا شايفين ميل المماس او المشتقه الاولى تنحسب حتى الان من التعريف عند نقطه فالتعريف كله من اول ما اخذناه بيعطيني كيف اجيب المشتقه عند نقطه وبنعوض باستخدام هذه النقطه صح هو بيكون محدد لي النقطه طيب هل بقدر اجيب المشتقه بصفه عامه هو مجرد ما يعطيني قيمه اكس اعوض فيها واطلع له الميل مباشره ولا لا هذا هو السكشن الجديد اللي عندنا the derivative as a function اللي هو سكشن 3-2 the derivative as a function اللي هو المشتقة في صورة اقتران يعني بالعربي لو جيت أنا عملت زي هيك لو كان عندي y تساوي f of x بطلنا 3-1 صنع the derivative as a function عشان نوفر فالآن بدل ما هي عند نقطة تصير وين؟ in general قلنا الاكس لما يكون تحت رقم بتكون عدد ثابت لما اشيل الرقم بصير متغير هيك لما اشتغل هيطلع لي الجواب النهائي بدلاله اكس لانه الاكس بطلت عدد في المثال اللي انا مسحته بقت 2 وحلينا واختصرنا طلع في الاخر 4 الان لما اشتغل على الاكس هيطلع عندي المشتقة في صورة اقتران عشان نستوعب أكثر وبعدين نرجع للتعريف المكتوب عندنا خلينا نفس الاقتران اللي كان عندي إكس تربيع تمام؟ نطبق هذا التعريف مش ضروري تكتبه عشان تفهموا الفكرة بس هيساوي عندي الليمت لما اتش تقول للصفر خلينا بالأسود أفضل الآن f of x زائد h إيش هتساوي من هان؟ اللي هي x زائد h الكل ناقص f of x x تربيع على h لما h تقول للصفر إيش هيصير عندي؟ limit لما h تقول نفكها x تربيع زائد 2 x h أو h x على أساس إنه ال h ثابت برضه معامل بنحط المعامل دائما قدام زائد اتش تربيع ناقص على اكس تربيع مع ناقص اكس تربيع الباقيات بضل فيهن لاحظوا يعني الاكس زيها زي الاثنين بس بدل الاثنين بدل الاثنين كان ثابت عدد محدد يعني ما ينفعش اكون كاتب اثنين وحل واطلعه للاربعه او للخمسه لا للاثنين بس بنحسب لكن انا الان بقدر احسبها لاي اكس بصفه عامه
وبالتالي بصفى عندي بيساوي ليميت لما اتش تقول للصفر بناخذ اتش على المشترك بضل عندي 2 اكس على الاتش مع الاتش بتروح بنعوض بيطلع عندي 2 اكس زائد صفر ويساوي 2 اكس. يبقى هيك انا جبت المشتقه في صوره اقتران، عشان هيك قال لي العنوان السكشن 2 3 2 ذا ديريفاتيف از ا فانكشن. اقتران طلعت اقتران مش ثابت. الان هذا المنحنى اكم نقطه عليه بقى؟ يعني ايش الدومين تبعه؟ ار. ليش؟ كثير حدود، يعني عدد لا نهائي من النقط. اي نقطه بدك اياها بقدر اجيب ميل المماس عندها. قولي عند الصفر، بقول لك اف شرط الصفر بتساوي 2 في صفر وتساوي صفر. اف الواقف شرط الواحد ميله عند الواحد، بقول بتساوي 2 في واحد بيطلعت مباشره، فاصبح اقتران، اصبحت المشتقه كاقتران. بقدر احسب ميل المماس عند اي نقطه بدي اياها. تمام، هذا هو العنوان تبعنا، ذا ديريفاتيف از ا فانكشن. نشوف الديفينيشن ايش بقول. ذا ديريفاتيف اوف ذا فانكشن اف اوف اكس وذ ريسبكت تو ذا فيريبل اكس. وذ ريسبكت تو يعني بالنسبه لي. With respect to the variable x is the function f prime اللي احنا كاتبين التعريف هنا هاي مكتوب عندنا. يعني شبه مواضيع شبه مكررة، يعني المفاهيم مش متداخلة ولا صعبة أو تعارض، لا كله نفس الكلام، بنعيد وبنزيد في الكلمتين نفس. The derivative of the function of x with respect to the variable x is the function f prime whose value at x. هاي قيمة المشتقة عند x، قيمة المشتقة عند x بعطيني بهذه الصورة. لما نعوض فيها بيطلع لي في الآخر ايش؟ اقتران بدلالة x زي ما شفنا في المثال. الصحيح هذه الصيغة لها صيغة أبسط منها. أذكركم بالعربي معلش، ولا ما بحبش خلص يعني المفروض خلينا بالانجليزي، لكن كنا نقول زمان قاف شرط السين بتساوي نهاية قاف السين زائد ها ناقص قاف السين على ها لما ها تقول للصفر. قال لا، في عندي قاف شرط السين بتساوي نهاية قاف عين ناقص قاف سين على عين ناقص سين لما عين تقول لسين. مر عليكم هذا التعريف ولا لا؟ مظبوط. هذا أبسط، يعني بدل ما انا لما اعوض في الاقتران يجيني قوس زي ما شفنا اكس زائد اتش الكل تربيع واقول مربع الاول زائد، لا حد واحد اعوض تعويض مباشر، فبكون استخدام هذه القاعده ابسط واسهل. فهذا اللي احنا بدنا نقوله في الالترناتيف فورمولا، صيغه بديله. صيغه بديله هي ايش؟ اف شرطه اوف اكس بتساوي. في الواقع الصيغة البديلة اجت من وين؟ اني بدي ارتاح من هذا الكلام. قال انا لو سميت اكس زائد اتش سميتها زد، صار الاولاني هي الليمت لما اتش تقول للصفر، خلي اتش بعدين، صارت اف اوف زد صح؟ ناقص اف اوف اكس ايش عليها كلام؟ الان بدل اتش من هنا اتش ايش بتساوي؟ زد ناقص اكس. يبقى هنا احط زد ناقص اكس. طيب بدل هذه اتش بدي اقول زد ناقص اكس تقول للصفر، مش بدلها اتش؟ هيها، يعني هذه بتروح غاد، يعني بدي اقول زد تقول الى اكس. هذه هي الالترناتيف فورمولا، الصيغه البديله. فيا بستخدم هاد يا بستخدم هاد. بنفضل هذه في معظم الوقت الا لما يكون يعني في حاجات ما بتزبطش معنا او بتمشيش معنا. في بصادف الواحد او صادفنا قبل هيك، اما هي بصفه عامه هي المفضله والاريح لنا. هل بقدر احل هذا السؤال برضه بالصيغه هذه؟ احنا حليناه وطلع معنا بالصيغه هذه 2 اكس، لو استخدمنا هذه برضه لازم يطلع 2 اكس صح؟ نشوف. اوكي نشتغل على الالترناتيف فورمولا، نشتغل هان ونقول f of x تساوي x تربيع.
find f prime of x. ايش بتساوي؟ هاي التعريف. هاي التعريف يساوي limit لما زد تقول لx المقام ما فيش فيه تعويض، صح؟ فيش فيه f جاهز. الان f of z من هان f of z بتساوي ايش؟ z تربيع ناقص f of x. اصبح البسط عباره عن ايش؟ فرق بين مربعين، بحلل وبختصر، صح؟ يبقى حيساوي عندي limit لما z تقول لx z ناقص x في z زائد x على z ناقص x. باختصر هذا مع هذا بضل عندي، يبقى حيساوي لي، وين نكتبها؟ بيساوي limit x او z زائد x z زائد x لما z تقول لمين؟ x. عوض عن z بx، x زائد x ايش بيساوي؟ نفس اللي اشتغلناه قبل بشوي، مزبوط ولا لا؟ في الصورة هذه اسهل لي من احط x زائد h لكل تربيع. طب افرض الاقتران كان عندي x تربيع ناقص 3 x زائد 1 او x تكعيب ناقص 5 مثلا، فبصير عندنا قصة طويلة، هيك اريح. اوكي نشوف اللي هو مثال calculating derivatives from the definition، ايجاد المشتقات من التعريف. حتى الان احنا شغالين على التعريف. في السكشن القادم اللي هو بعده ان شاء الله بضل معنا وقت، اللي هي قواعد الاشتقاق، وبنرتاح من الديفينيشن وبصير نشتغل مباشره على الرولز اللي هي قواعد الاشتقاق. نمسح الكلام هون بس. في عندنا حاجه بنسميها نوتيشن. نوتيشن يعني تعبير رمزي عن المشتقه. كيف بعبر عن المشتقه؟ بالرموز، باكثر من تعبير عندنا. لو كانت عندي واي بتساوي f of x، بنعبر عن المشتقة كالتالي: يا إما بقول y شرطة، أو بقول f شرطة of x، أو f برايم، أو f داش برايم أكثر بقولوها. بقدر أقول dy ع dx اللي هي دال صاد ع دال سين، هذه قاف شرطة السين، هذه y شرطة اللي هي صاد شرطة مثلا، dy ع dx. أو ممكن أقول df ع dx، ممكن أقول d ع dx لا ال f of x، يعني مشتقة هذه بالنسبة ل x. كله نفس الكلام، كله الاشتقاق بالنسبة لمين؟ ل x اللي قلناها فوق with respect to x في أول سطر في الديفينيشن في الصفحة. with respect to x الاشتقاق بالنسبة ل x. كل هذه صور للتعبير عن المشتقة الأولى. طبعا في أكثر من صورة، الدي كابيتال والحاجات هذه المكتوبة عندكم، هذه بيستخدموها في حاجة اسمها المعادلات التفاضلية. لما نصل التكامل ربما نتطرق لبعض الحاجات اللي لها علاقة بالمعادلات التفاضلية. ما علينا، نشوف الإكزامبل. ديفرنشيت، بقول لي اشتق. ديفرنشيت، ديفرنشيشن اللي هي الاشتقاق. دريفاتيف لحالها المشتقة. درايف، درايف معناها يشتق في اللغة العادية برضو. درايف غير اللي بسوق، ها؟ درايف برضو مضبوط ولا لا؟ درايف يقود. اوكي، ها؟ درايف، درايف. طب دراي لحالها؟ دراي جاف، جاف صحيح. ما علينا، احنا نحولها للانجليزي. اوكي نشوف الفانكشن اكس تربيع زائد x ناقص 1. أوجد المشتقة، إيش المفروض تطلع المشتقة؟ ممتازين، عن غيب حافظينها. ممتازين، يعني إحنا هيك بدنا نجيبها باستخدام الديفينيشن. find، كأنه السؤال بيقول لي find f prime of x، أو differentiate بيقول لي find the derivative. فالسوليوشن بدنا نقول f prime of x بتساوي limit ل f of z ناقص f of x على ناقص x لما زد. يبقى هقول يساوي limit لما زد تقول x. خلاص خلاص بلاش الكلام، بلاش الكلام. f of z، f of z z تربيع زائد z ناقص 1، هاي هذا لحالها.
لانه فيش قبلها حاجه، ما فيش ذا حط القوس. بس انا بدي اقول لك هذه لحال وهذه لحال عشان ناقص اكس تربيع زائد اكس ناقص واحد. دائما بعد الناقص افتحوا قوس، دائما بعد الناقص نفتح قوس على زد ناقص اكس. نفك بصير عندنا ليميت لما زد تقول لاكس زد تربيع زائد زد ناقص اكس تربيع. طبعا الناقص لما تدخل على قوس بتغير كل اشاراته على زد ناقص اكس. مقدار طويل وعريض بصير عندي حاجه اسمها تحليل بالتقسيم او بالتجزيء، صح؟ اقسمه زي ما اخذ الزد تربيع مع ناقص اكس تربيع لفرق بين مربعين، واخذ الزد مع الناقص اكس، الواحد مع ناقص واحد بروحن اصلا. فالبقيات انا بحاول اجزئ، اللي ما بيعرفش يجزئ هاي حالات يرجع للاكس زائد اتش، عشان كانت بدل الزد يرجع للتعريف الاصلي اللي هي ايش؟ اكس زائد اتش، ويفك قواس ويعمل بتلاقي اللي فيش فيهن اتش بروح مع بعض، بضل البقيات تاخذ اتش عامل مشترك بتريح راسك. اللي ما بتعرفش الحل بالتجزيء، عشان قلنا الترناتيف فورمولا صيغه بديله، فانت حر تستخدمي اي صيغه بتشوفيها مناسبه لك. طبعا اللي كويس في الجبر والعمليات الجبريه هذه بلاقي الطريقه هذه ابسط. ف نقول بيساوي ليميت لما زد تقول لاكس المقام زد ناقص اكس. بدي اخذ الزد تربيع ناقص اكس تربيع لحال ومن غير قوس ما بضرش، بس يعني بدي اقول هذول بدي اعملهم مع بعض، بضل عندي مين؟ زائد زد ناقص اكس. عجباني الاشارات انا عشان زد وناقص اكس زي اللي تحت. لو كانت هذه ناقص وهذه زائد بقدر اخذ الناقص على المشترك واكتب ناقص واعملها زد ناقص اكس، صح هيك؟ اوكي، فانا عجباني الاشارات احط زائد الزد ناقص اكس. الاولانيه بتتحلل لايش؟ بنفع اختصر هذه مع هاد؟ مين اللي غلطت وقعت وقالت هو ممنوع، صح؟ ممنوع اختصر هذه مع هاد للعلم عشان ما حدش يكابر. زي ما اقول بالضبط 4 زائد 6 قديش؟ 10. 10 تقسيم 2 مفروض 5. اي حل بوصلكيش 5 يبقى الحل غلط. ممكن واحد يقول انت اختصر 2 مع 6 بيطلع 7، غلط. واحد يقول لا 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 بديش انا، 2 والاربعة صحبة، 2 و6 8، غلط. ممنوع ما دام في جمع ممنوع اختصار، صح؟ ممنوع تبسيط. ممكن اخذ منهن 2 عامل مشترك، بضل 2 زائد 3 على 2 بتروح هذه، الان صارت ضرب عامل في عامل بروح بضل 5، صح؟ او اقول 4 2 زائد 6 2 بينفع ولا لا؟ 2 و3 هيك صح، اعمل اللي بدك اياه، اما تخبيص رجاء بلاش. وبالتالي هن ممنوع اختصر ما دام في جمع او طرح، في الضرب والقسم ممكن نختصر. هذا طبعا قسم. اوكي. فالان بيساوي ليميت لما زد تقول لاكس. بناخذ هذا بنحللها الى زد ناقص اكس زد زائد اكس زائد زد ناقص اكس على ممنوع برضه لسه في زائد. ممنوع. زائد انا بقدر على هذه. اقول هذا على 2 وهذا على 2. يعني ممكن اخذ هذا كله على هذا وهذا على هذا. بنفع. او اخذ في البسط عامل مشترك هي الاريح. وهيك انا بميل له اكثر. وكله اللي انت بتشوفيه صح تعمليه، او قصدي اسهل الك. لكن ما نشتغلش الا صح. زد تقول لاكس. هاي زد ناقص اكس على المشترك، هذا كله على هذا بضل زد زائد اكس زائد هذا على هذا واحد على زد ناقص اكس. بتروح هذه مع هذا نصف، هدول عوضه عن زد الاكس هتساوي لي اكس زائد اكس زائد واحد، هي اللي قلتوها من اول 2 اكس زائد واحد. اي تخبيص مش هيطلع عندي النتيجه اللي انا عارفها. ولو ما طلعتش النتيجة اللي انا عارفها معناه انه في خطأ عندي. طيب مكتوب عندي كل حاجة، صحيح؟ طيب تمام.
اللي بعده find the derivative of f of x تساوي جذر x حيث x اكبر من صفر. في كمان سؤال؟ وين؟ في نفس الصفحة؟ في مين بقول في كمان؟ تمام؟ يعني بتحكي لحالها قاعدة؟ find the derivative of f of x اللي بتساوي جذر x حيث x اكبر من صفر. طبعا هذا كانها مشتقه يمنى عند الصفر، صح؟ عند الصفر من اليمين. find the tangent to the curve at x بتساوي 4. كمان بده التانجنت. find the tangent ايش يعني اوجد؟ اوجد المماس عند x بتساوي 4. يقصد ايش؟ أوجد معادلة المماس، صح؟ بعدين بقول لي find the tangent at x تساوي 4. أوكي، في الأول نجيب المشتقة. إيش مشتقة الجذر قلنا؟ مشتقة ما بداخل الجذر على 2 الجذر، يعني المفروض يطلع 1 على 2 جذر اكس. ما طلعش هيك بقى في عندنا خلل، بكون عادي فيش مشكله. لو ما طلعش بنرجع بنراجع معلوماتنا. الان في الحل اف برايم اوف اكس بتساوي الليمت لما زد تقول لاكس، احسن لي ما احط اكس زائد اتش في الجذر، كله بينفع بس هيك اريح لي. اف اوف زد ناقص على تساوي ليميت لما زد تقول لاكس جذر زد ناقص على ايش نعمل؟ مين قالت الربع؟ مين الربع؟ ممنوع في المرافق، في المرافق هي مباشره مرافق او ممكن احل المقام فرق بين مربعين، صح؟ هي بدك تقوليها؟ طيب انا فهمت على طول، اخذتها منك لقطه. فهذه بتحلل لايش؟ فرق بين مربعين، جذر زد ناقص جذر اكس في جذر زد زائد جذر اكس، مظبوط ولا لا؟ ممكن. واحنا دائما ما حدنا نشوف جذور مباشره بنقول ضرب في المرافق الا تشوفوه. عشان ما احنا عندنا في الكتاب بضرب في المرافق ممكن نحله احنا بالتحليل، بيمشي الحال. يبقى هذا بيساوي ليميت لما زد تقول لاكس جذر زد ناقص جذر اكس على جذر زد ناقص جذر اكس في جذر زد زائد جذر اكس على فرق بين مربعين، مظبوط ولا لا؟ واضح؟ طيب بتروح هادي مع هاد بصفى عندي واحد، يبقى حيساوي لي ليميت واحد على جذر زد زائد جذر اكس، والزد بدنا نعوض عنها بايش؟ حتساوي لي واحد على جذر اكس زائد جذر اكس، كم جذر اكس عندي تحت؟ واحد على 2 جذر اكس. مظبوط. واحد على 2 جذر اكس. يعني يا ما اضرب في مرافق يا ما بحلل على فرق بين مربعين. طيب هذا المطلوب الاول، المطلوب الثاني اسال. انا سؤال هيك تسال ما تقلقش. اللي في نفسه اي سؤال بلاش يطلع في عيني ابنها ولا حاجه. قول عن جد. طيب تمام. الان نشوف بده find the tangent at x تساوي 4. قلنا أو اسال في عندك سؤال ساليني انا. خلص. اي استفسار على السريع. الان قلنا يعني قصده اوجد معادله المماس. عندي الميل وين؟ لا ما عنديش الميل، عندي اقتران الميل، كل الاميال اللي في الدنيا حوالين الاقتران هذا. اي عدد اكبر من صفر تقدر تعوض فيه بعطيني الميل، فبدي الاربع، بدي الميل عند الاربع. عشان اجيب التانجنت
بدي اجيب الميل عند اكس بتساوي 4، هو مين؟ تمام، اف شرط الاربعة. طبعا عندي اف شرط الاكس بتساوي 1 على 2 جذر اكس، يبقى هاي بتساوي لي 1 على 2 في جذر الاربعة. طب عوض في القاعدة صح؟ يبقى 2 في 2 بيطلع لي ربع، اذا الميل ربع. طب الاحداث السيني للنقطة معروف، طب الصادي؟ لا، تنتين الا ربع. ايش 4 وربع؟ بكون قدن العصر. ايش نجيب احنا؟ من الاقتران. الاحداث السيني معطيني اياه، بدي اجيب الاحداث الصادي من التعويض في الاقتران. بدي اقول له بما ان اف الاربعة بتساوي جذر الاربعة وتساوي ايش؟ 2. اذا بقدر اقول السلوب او الميل، خلص الميل بيساوي ربع، والنقطة عندي ايش؟ 4 و2. هذه النقطة وهذا الميل بيساوي. اذا بنقول احنا اذا the equation of the tangent is y ناقص y نود تساوي الام في x ناقص x نود. معناتها الخط المستقيم y ناقص 2 الميل عندي ربع في x ناقص 4. بنودي السالب 2 على الشقة اللي هان وبنفك القوس صح؟ نكملها على الشقة اللي هان، خلي هذا نكملها هان. يبقى y بتساوي ندخل الربع، ربع x ناقص 1 صح؟ صح؟ زائد 2 x. حاضر x، ما انا بقول صح نص ساعة. y بتساوي ربع x ناقص 1 بعد فك القوس زائد 2، يبقى y بتساوي ربع x زائد 1. هذه معادلة المماس عند النقطة 2 و 4 و2. تمام؟ الله يعافيكم. لسه بدري، بعد ما جاش الحاجة. ديفرنشيت اللي هو اكسرسايز، هذا سؤال خليه بتحاولوا فيه برضو، اللي ما عرفش بقولنا عنه ان شاء الله. بضل عندنا اخر مثال، او في ديفينيشن وفي نظري. كويس. ديفرنشبل اون ان انترفال يعني قابليه الاشتقاق لاقتران على فتره. ديفرنشيشن ديفرنشبل اون ان انترفال وان سايدد دريفيتيف، يعني بده يحكي لنا على التنتين كيف بحكي على الاشتقاق او قابليه الاشتقاق على فتره والمشتقه الطرفيه او الجزء المشتق، مشتقه من اليمين او مشتقه من اليسار. طيب بنقول عن اقتران انه قابل للاشتقاق على فتره. طبعا الفترات عندنا انواع، يا بتكون فتره مفتوحه يا اما فتره مغلقه او نصف، مظبوط؟ كله نفس الفكره. اذا حكيت لكم على الفتره المفتوحه وبعدين حكيت على المغلقه بنفهم كيف بنتعامل مع النصف مفتوحه او النصف مغلق. طبعا في الفتره المفتوحه النقط الطرفيه ما بتكونش ضمن هذه الفتره، صح ولا لا؟ وبالتالي انا الان لو كان عندي y بتساوي f of x وبدي ابحث قابليه الاشتقاق على الاوبن انترفال a و b، بقول عن الاقتران f of x انه قابل للاشتقاق على الفتره a و b اذا كان قابلا للاشتقاق عند جميع نقط هذه الفتره. اذا كان قابلا للاشتقاق عند جميع نقط هذه الفتره. طبعا لو قال لي ابحث مثلا اثبت انه الاقتران f of x على فرض، على فرض f of x بتساوي x تربيع زائد 1 على الفتره 2 و 3 او 2 و 5. هذه فتره مش نقطه، فتره مفتوحه ولا لا؟ هو اذا قال لي انترفال بعرف انها، قال لي بوينت بعرف انها نقطه، حسب وان كان الشكل واحد.
تمام؟ بروح أنا عشان أبحث، مستحيل أبحث الاتصال أو قابلية الاشتقاق عن جميع نقاط هذه الفترة. كم نقطة فيها؟ عدد لا نهائي، عدد لا نهائي من النقاط. وبالتالي أنا بروح بقول لت مثلا سي تنتمي إلى 2 و5، يعني إنه الاثنين أقل من سي أقل من 5، يعني عدد ينتمي إلى هذه الفترة. وبروح ببحث قابلية الاشتقاق وين؟ عند السي. سي عادي، بصير سؤال عادي جدا، بروح أقول له بدي أجيب اف شرطة عند السي بتساوي الليمت لاف اوف سي زائد اتش ناقص اف السي على اتش، وبنكمل لما اتش تقول للصفر بيطلع عندي جواب صح، وبلاقي إنه الناتج هذا عندي عدد حقيقي مهما كانت قيمة سي في هذه الفترة، إذن هو قابل للاشتقاق على هذه الفترة. طبعا هذه إحدى الصور، مش مطلوب منكم أو ما ذكرناش أمثلة من هذا النوع، لكن هيك الآلي. لو قدرت أثبت إنه قاق عند السي، طب السي وين موجودة؟ إذن هذه السي ممثلة، ريبريزنتيتور، ممثلة لجميع نقط هذه الفترة. وبالتالي إذا قدرت أثبت إنه قابل للاشتقاق عند السي، إذن هو قابل للاشتقاق على الفترة المفتوحة. تمام؟ طبعا هذا ممكن نكمل ولا اللي خايفة تقول اعتبريها اكس نود اكس صفر وبحل، هاي عندي قاعدة حلينا ولا ما حليناش، وطلع في الآخر عندي جواب بدلالة الاكس صفر، ويمكن تختفي الاكس صفر كمان، بطلع لنا قديش 2 سي زائد 2 سي بس بطلع ولا لا؟ هيك بطلع، والاثنين سي معرف لكل النقط لأي قيمة هان معرف، إذن هو قابل للاشتقاق. أوكي، هاي قصده لما بقول لي provided the limit exists. طيب الآن هانا إذا كانت الإكس مفتوحة، طيب إذا كانت إكس تنتمي إلى الكلوزد انترفال A و B، متى يقال أن الاقتران قابل للاشتقاق على الفترة المغلقة؟ نقول له الفترة المغلقة تبعتنا هاد A و B هي عبارة عن A و B والنقطتين، مظبوط ولا لا؟ هي فترة مفتوحة وزيادة النقطتين، يعني بقدر أقولها هذه الفترة عبارة عن A و B open اتحاد، صح ولا لا؟ فلما يجي يقول لي ابحث قابلية الاشتقاق على الفترة المغلقة، بقول له بسيط، ببحث قابلية الاشتقاق على الفترة المفتوحة زي ما عملنا قبل شوية، بعدين ببحث قابلية الاشتقاق عند الـ A من اليمين وعند البي من وين؟ من الشمال. تمام؟ إذا قابل الاشتقاق عند الاي من اليمين وعند البي من الشمال وهان، إذا هو قابل الاشتقاق على الفترة المغلقة. أوكي، كيف بدي أعبر عن المشتقة عند الاي من اليمين؟ أنا بعرف إنه ليميت، آسف، اف شرطة عند الاكس صفر، إيش قلنا؟ اف الاكس صفر زائد اتش ناقص اف الاكس صفر على اتش لما اتش، مظبوط ولا لا؟ تشيك. فانا بديها عند مين؟ عند الاي، بحط بدل هذه ايش؟ اي، وبدل هذه اي، وبدل هذه اي. الان انا بدي ابحث عند اي من اليمين، كتعبير بحطها هذه موتر بس اشاره انها من اليمين، مع انها مش اي، لكن هذا يعني اني ببحث الاشارة من اليمين اللي ممكن اكتبها هيك كمان، حط هان او هان، لو حطينا هان بكفي، يعني بحث اشارة من اليمين. لما بدي اجي للبي، البي هاي البي هان ببحثها من وين؟ من اليسار، بشيل هذه وبحط مطرحها ايش؟ بي من الشمال، وهنا بحط صفر، وهنا بصير بي، وهنا بصير بي. تمام؟ هذا الكلام مكتوب عندنا في الملخص. نشوف في مثال بقول لي show that the function f of x اللي بتساوي absolute x، شايفينه المثال؟ show that the function f of x اللي بتساوي absolute x is differentiable on zero ما لا نهاية لحال and differentiable on ناقص ما لا نهاية وزيرو open برضو but it is not differentiable at x تساوي 0. بس بين انه قابل للاشتقاق على يمين الصفر على الفتره
المفتوحة من صفر لما لا نهاية وقبل اشتقاق على شمال الصفر لكنه غير قبل اشتقاق عند الصفر. زي ما احنا شايفين انه المشتقة سواء اليمنى او من اليمين او من الشمال زي ما احنا شايفين انه المشتقة عبارة عن ايش؟ ليميت. عشان ابين له انه غير قابل للاشتقاق عند الصفر لازم ابين له المشتقة من الشمال للصفر لا تساوي المشتقة من اليمين للصفر، لانه ما دام الليمت من اليمين لا تساوي الليمت من الشمال سيبوني من المشتقة في النهايات. الليمت متى تكون نهاية الاقتران موجودة عند نقطة؟ النهاية من اليمين تساوي النهاية من الشمال. فأنا الآن في سؤالي هان لما بدي أثبت أنه غير قابل للاشتقاق وإحنا كل شغله في الاشتقاق مش على القواعد على الليمت، يبقى هو أصبح سؤال ليمت. عشان أقول أنه الليمت مش موجودة عند الصفر بجيب له الليمت من الشمال وبجيب الليمت من اليمين وبين أنهن مش متساويات، فبطلع مختلفات بقول إذن الليمت مالها doesn't exist مش موجود. تمام؟ الجزئية الأولى بقول يترك الجزء الأول من الإثبات للطالب، كاتبين على أساس إنكم تقدروا تثبتوها. نشوفها كيف؟ ها؟ ولا بتقدروا عليها؟ نشوف نشوف على السريع. أنا مش شايف مش سايب لكم ولا حاجة، أنا للطالب مخدر كل حاجة. أنا عندي الاقتران f of x بساوي إيش؟ قيمة المطلقة ل x. بدنا نثبت إنه قبل الاشتقاق عند من سالب ما لا نهاية إلى صفر ومن صفر لما لا نهاية but not at x equals 0. أنا عندي f of x عبارة عن إيش؟ x لما x أكبر أو تساوي صفر سالب x لما x أقل من صفر، مظبوط؟ يبقى الآن لما بدي أجيب مثلا هان هو بده حالتين. أنا بدي أخذ الحالة الأولى بدي أقول واحد لو كانت x تنتمي لهذه الفترة، إيش يعني؟ لو قلت لو كانت x أقل من صفر بينفع ولا بينفعش؟ x أقل من صفر تعني إنه x ضمن هذه الفترة. عندما x أقل من صفر هذا يعني عندي إنه f of x إيش بتساوي كقاعدة؟ قولي علي صوتك. سالب x ممتاز، هيها هي الشرط f of x بتساوي هيك. أنا الآن بأخذن حالة حالة كل فترة لحال. فإذا كانت x أقل من صفر فقاعدة الاقتران عندي هيها، تمام؟ فبدي أروح أجيب المشتقة عند هذا الكلام، بدي أقول f شرط ال x. ناو طبعا كل x بجيب سيرتها في كل الحل ضمن هذه الفترة، تمام؟ f شرط ال x بيساوي لي الليمت لمين؟ أقول f of z ولا بالاتش؟ اللي بدنا إياه بالزد، بدي أقولها بالزد، كويس؟ f of z ناقص f of x على z ناقص x لما z تقول لا x، صحيح؟ طيب يساوي لو قلنا f الخمسة إيش بتساوي؟ سالب 5، f 11 f z يبقى سالب z، الناقص بتنزل، f x سالب x وفي سالب قبل بتصير زائد x على زد ناقص x، ما نساش الليمت لما زد تقول للاكس. ايش مالنا دول؟ بقدر اخذ سالب عامل مشترك عشان نعدل الترتيب، ليمت زد تقول لاكس سالب زد ناقص x على زد ناقص كلمة exist معناها المشتقة موجودة، إذا هو قابل للاشتقاق على الفترة أقل من صفر، يعني على الفترة من سالب ما لا نهاية إلى صفر. هاي المطلوب الأول اللي احنا قلنا يترك للطالب. نفس الكلام حقول لمين؟ لما تكون x أكبر من صفر، لأنه بده الفترة هذه هيك مفتوحة، يبقى حقول اثنين عندما x أكبر من صفر، إيش حيصير عندي؟ f of x إيش بتساوي؟ x، يبقى f الزد حتصير زد زد ناقص اكس على زد ناقص اكس طلع لي واحد، يبقى والواحد اكزيست ولا مش اكزيست؟ اذا هو قابل للاشتقاق على الفتره من صفر لما لا نهايه. هيك خلصنا من الجزء الاول. الان هل هو قابل للاشتقاق عند الصفر ولا لا؟ بنقول له
انه الليمت او المشتقة عند الصفر من الشمال بتساوي سالب واحد، والمشتقة عند الصفر من اليمين تساوي موجب واحد، والتنتين مش متساويات، صح؟ بما ان اف شرطة الصفر من الشمال لا تساوي اف شرطة الصفر من اليمين، اذا اف شرطة الصفر doesn't exist، الاخر غير موجود، تمام؟ اخر حاجة هنا بس ننهي الملاحظة هذه، بس معلومات عامة ممكن نطلع فيها للرسم. اي منحنى بيكون في رأس مدبب، يعني مثلا لو كان عندي منحنى زي هيك وبعدين عمل لي زي هيك، في رأس مدبب بيكون غير قابل للاشتقاق عند هذه النقطة. لو جيت انا طبعا لو جيت اكتب بالازرق بنفعش، لو جينا نعمل مين هذا؟ افتراض مين؟ القيمة المطلقة اللي احنا بنشتغل عليها، هي في رأس مدبب هنا ولا لا؟ عند مين؟ غير قابل للاشتقاق، وهي اللي اثبتناه، صح؟ مع انه متصل. فوين في رأس مدبب بكون الاقتران غير قابل للاشتقاق؟ وبعض الحالات الثانية مذكورة عندكم. آخر نقطة بس اللي هي النظرية الأخيرة، لأنه ما فيش عليها أمثلة، صح؟ إيش بتقول؟ محفوظة عندكم، بتقول إنه إذا كان الاقتران قابل للاشتقاق عند نقطة فإنه متصل عندها، والعكس مش دائما صحيح. هاي اقتران متصل عند نقطة ولكنه غير قابل للاشتقاق عندها، صح؟ يعني إذا قابل للاشتقاق متصل، لكن إذا متصل مش بالضرورة. طب كمان مرة بالله، إذا كان قابل للاشتقاق يبقى طبعا عند إكس بتساوي إيه؟ إذن متصل عند إكس بتساوي إيه؟ العكس ليس بالضرورة كان صحيحا. إيش الصحيح؟ حاجة بسموها المعاكس الإيجابي. نفي هذا يؤدي إلى نفي هذا. إذا كان غير متصل عند نقطة فهو مؤكد أنه غير قابل للاشتقاق عندها، بنسميها المعاكس الإيجابي.